عشان بحبه في جدة أول حضور له للمملكة مدينة جدة. الشق الثاني إنه الآن واصلين من الرياض وعنده بكرة مباراة نهائية مع منتخب البرازيل. ما تمرن الفريق على أرض مدينة الملك عبد الله، هل بيأثر هذا على مستواهم؟ بالنسبة لملعب المباراة يقول غالبا احنا نتمرن في ملاعب مريحة لنا، مو شرط ان نتمرن في ملعب المباراة نفسه. احنا عارفين ظروف المناخية للملعب، تقريبا درجة حرارة 34 درجة بالإضافة للرطوبة، ف يعني من غير الضروري ان نلعب في نفس وقت في نفس ملعب المباراة. Y si iba a jugar, estaba donde lo dije, iba a jugar a mañana. بالنسبة لديبالا إن شاء الله راح يلعب، راح يشارك أساسي غدا. لن أبحث عن الأعذار لأن نسي لن يشارك في المباراة غدا، لكن راح أقدم الأفضل بقدر الإمكان على اللاعبين الموجودين أو باللاعبين الموجودين معنا. سؤال المدرب، كيف يرى هذه البطولة ومدى استعداده، وهل يراها استعداد جيد ضمن برنامجه في بطولة كوبا أمريكا؟ بطبيعة الحال احنا نفكر اليوم كل مباراة، نفكر كل مباراة عن مباراة، يعني ما نفكر ان نشوف او نفكر لكاس او كوبا أمريكا. اليوم جالس نجهز فقط مباراة بعد مباراة. هو رصد للشارع الرياضي السعودي، يعني لقينا يعني الشارع الرياضي السعودي كان سعيد جدا بتواجد المنتخب الأرجنتيني في المملكة العربية السعودية، وبشخصيا كمدرب، ونحن بدورنا نقول له شكرا لأنك رسمت بسمة كبيرة أو ابتسامة كبيرة. أنت والأبطال اللي معك على محيى الجماهير، شكرا جزيلا. أشكركم على استضافتنا، ونحن سعداء بتواجدنا في المملكة العربية السعودية، ونتمنى أن نقدم عرض رائع للجمهور السعودي في مباراة مثل غدا في مدينة ودولة المملكة العربية السعودية.